انت بتقول ايه يا حربي؟ زي ما قلنا لك كده يا باشا، احنا لا هنتصل بحد ولا هنوزع حاجه لحد. يعني ايه؟ يعني احنا يا باشا خلاص ما بقاش لا لينا في بضاعه ولا في بودره ولا في الشغل الوحش بتاعكم ده. وبعدين يا باشا يعني اللي عندنا الحمد لله كفايه وبارك الله فيما رزق. الحلال مفيش احسن منه. يا سلام، انت بتخرف انت اهو. تقولوا ايه؟ انتوا ناسين ان اللي عندكم ده وتحت ايديكم ملك نعيم باشا سيوفي ممكن في لحظه يسحبوا منكم؟ يا باشا مش ناسين ولا حاجه. لا بس يعني الكلام ده لو كان في حاجه اصلا تحت ايدينا. قصدك ايه؟ هو انت ما قلتلوش يا حربي؟ اخ تصدق نسيت يا زين. اخص عليك يا حربي. قال يا جدع انت هو اللي نسيت واخطيت. كلم عين انت هو. هو انت ما دريتش يا باشا؟ مش المسابك والكباريه وشركه المقاولات خلاص بح اتباعوا بقوا باسم ناس تانية خالص؟ يعني احنا يا باشا دلوقتي غلابه، مفيش حاجه الباشا يقدر ياخدها مننا. معلش يا زين. ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا ناسين تحت ايدي ورق ضدكم، يعني ممكن اوديكم في 60 داهية. براحتك يا باشا، براحتك، اعمل انت عايزه. بس اعمل حسابك لو ده حصل البضاعة اللي عندنا انسوا انكم تشوفوها تاني. يعني ايه؟ هتبيعها يا كمان ولا ايه؟ لا يا باشا، حد الله بينا وبين الحرام. احنا خلاص لا هنشتغل لا في المخدرات ولا في البودرة ولا أي حاجة شمال، وناويين نعيش حياتنا بقى في الحلال. أمال هتعملوا بيها ايه؟ الحق حق يا باشا. البضاعة دي بضاعتكم وتخصكم ولازم ترجع لكم بس في وقته. يعني ايه بس في وقته؟ يعني نضمن نفسنا الأول ونأمن نفسنا من غدركم لمؤاخذة، وساعتها ساعتها بس بضاعتكم هترجع لكم لحد عندكم. انما لو فكرتوا مجرد تفكير انك تؤذونا باي حاجه مش هتشوفوها تاني. بقولكوا ايه؟ انتوا كده بتلعبوا لعبه خطر وانتوا مش قد اللعبه دي. دي مش لعبه بالنسبه لنا يا باشا، دي حياتنا. واظن بقى من حقنا نعيش حياتنا على كيفنا من غير ما اي حد يتدخل فيها. بلغ نعيم السيوفي بالكلام ده، ويا ريت تقول له انه اي حاجه ممكن تحصل لينا انا او حربي او اي حد من طرفنا يبقى ينسى ان ممكن يشوف البضاعه دي في يوم من الايام. اما بقى بعد فتره يعني لو الامور هديت والنفوس صفيت ساعتها ممكن نبقى نتكلم في موضوع البضاعه ده. لحد ما ده يحصل ينسى. طب يا باشا اظن بقى يعني بعد الكلام الحلو اللي اتقال ده مفيش حاجة تانية ممكن نقولها. نسيبك احنا بقى عشان تشوف شغلك ونروح احنا كمان نشوف مصالحنا. استنى عندك انت هو. لو فاكرين ان دخول الحمام زي خروج ده بعضكم. طب لازمته ايه طيب الكلام اللي ملوش لازمة ده؟ الله يا متر، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف أحسن. مش هي دي برضو الأصول حسب كلام الباشا الكبير ولا سعادتك لك رأي تاني؟ بس كده بقى انتوا حفرتوا قبركم بايديكم. وانت يا باشا ما تعرفش ان محدش بيموت ناقص عمر؟ يا عم يلا بينا بقى، دي ناس عماله تهلفت بالكلام. الله سلام يا متر. تفتكر نعيم السيوفي هيسكت لما يعرف العملة السوداء اللي احنا عملناها دي؟ اعلى مفخله وركبه. ايوه بس ده راجل خطر قوي يا حربي، محدش عارف ممكن يفكر يعمل ايه. يا معلم ده لا ليه عزيز ولا ليه غالي، واحنا نكون اعز واغلى من عزام ورشوان وعنتر. ورق الضد معانا يعني ملوش اي حاجة عندنا، والبضاعة كمان تحت ايدينا ودي بضاعة بالملايين، هيموت عليها ومش هنديها له غير لما نضمن سلامتنا 100%. طب ودي هنضمنها ازاي دي؟ احنا اللي ماسكينه من زمارة رقبته يا زين. الورق اللي معانا ده لو ظهر الراجل ده يروح في 60 داهية. ورق الضد؟ لا، الورق اللي مع ورق الضد ده قنابل يا عمنا، لو ظهرت الراجل ده قول عليها رحمن يا رحيم. طب وانت شايله فين الورق ده؟ اديتها لحد مضمون ما يخطرش على بال حد، وقلت له يخفيها في مكان حتى لو انت ما نعرفوش، يعني للضمان لو حصل اي حاجة. لا يا حربي لا، انا لسه برضه مش مطمن. يا عم ما تبطل بقى التشاؤم اللي انت فيه ده مع عم زين. الله يلا بينا. هنروح فين طيب؟ نروح لصلاح بقى نقول له اللي حصل ونشوف هيقول لنا ايه. اتفضل. ايه اللي انت بتقوله ده يا عدلي؟ ده اللي حصل يا باشا.
وانا سبق وحذرتك من العيال دي يا باشا. حرب وزين فين دلوقتي؟ كانوا عندي ولسه نازلين من شويه. يعني انت ما تعرفش هم راحوا على فين؟ لا يا باشا. عدلي تروح تجيب الورق بتاعهم حالا دلوقتي وتجيلي بيه هناك على المزرعه فورا. انا هكون في المزرعه كمان ساعه. ما تتاخرش يا عدلي. امرك يا باشا. كنت متأكد إنك قدها. يعني راضي عني؟ جدا. وسامحتني على اللي فاتي صراحة. نسيت كل حاجة. طيب هنعمل إيه دلوقت؟ هروح للعميل بتاعي أديله الورق وآخد من الفلوس اللي اتفقتها مع علي. طيب وبعدين؟ بعدين؟ بعدين نعيش حياتنا إحنا بقى. بس عدلي يا صلاح ما تحمليش هم. عدلي عدلي خلاص مش هيلحق يعمل اي حاجه. ده قتل يا صلاح قتل. اما يسا قلت لك عدلي ده شيلي من دماغك. عدلي ده. طيب واحنا يا صلاح؟ احنا مستقبل كله بتاعنا شكله زي ما احنا عايزين. نعوض اللي فات. حبيبي يا صلاح. ايه ده؟ مين اللي على الباب؟ مش عارف. ما تقلقيش خليك انت هنا وراح اشوف مين. استني. ابو صلاح انت كنت نايم ولا ايه؟ ها؟ لا ابدا. اتفضلوا اتفضلوا. انت معاك حد جوه؟ يعني تفضلوا في المكتب عشان نتكلم براحتكم. ما تاخرتوش يعني في ميعادكم. هما كلمتين قلناهم وجينا على طول. وعدلي كان ايه رد فعله؟ هاج واتنرفز وشاط وقعد يهدد. واحنا ولا سالنا فيه. سبناه يباع بقى وخدنا بعضنا ومشينا. خساره. حقيقي خساره. انا اللي كان في دماغي ليكم اكبر من كده بكتير. يعني ايه متر؟ وانت مش عاجبك اللي احنا عملناه ولا ايه؟ واضح انكم فكرتوا وخدتوا قرار وصممتوا عليه فالكلام ما عدوش لازمه اخ زين. تقصد ايه يا ابو صلاح؟ اقصد ان انتوا زي ما خدتوا وقتكم وفكرتوا من حقنا كمان اخد وقتي وافكر واشوف المصلحه فين. حقك يا ابو صلاح طبعا حقك. طب ان شاء الله بينا احنا بقى حربي ولا ايه؟ زي ما انا الضيوف اللي عند المتر قلقوا عليه. هذا رايك يا زين. طب بالاذن بقى ابو صلاح. صحيح يوم الخميس خطوبه زين ما ينفعش تاخر. بجد؟ ومين بقى العروسه؟ دعاء بنت عم نوفكي. دعاء؟ مبروك يا زين. الف مبروك. الله يبارك فيك يا متر. عقبالك يا حرب زي زين. عقبالك انت يا ابو صلاح. يلا سلام عليكم. مع السلامه.